الناس اللي سمعتنا بنقول ورد تكات. ايه ورد التكات؟ الوردة دي اسمها ورد التكات، راكبة على المسمارة يعني. دي كده باظت عشان اتطبقت، فما اتطبقت ما بقتش تضغط على الجوان بتاع غطا التكات. ده انضف طقم ورد تكات في السوق، ده الطقم ودي صورته عشان تبقوا عارفين. حبيت افككم المعلومة عشان الناس سألتني ايه هي ورد التكات. ورد التكات الاربع مسامير دول بيركب لهم اربع ورد قوم. ده بقى الشكل النهائي لورد التكات بعد ما رجعت.